في إطار مكافحة الجريمة وعلى إثر تسجيل مصالحنا لشكوى تتعلق بسرقة ضد مجهول تعرض لها صاحب محل بيع قطع غيار السيارات، وهذا خلال الأيام الأولى من الحجر الصحي، حيث الفاعلين يستولوا على كمية معتبرة جدا من السلع من مختلف الأنواع والأحجام تفوق قيمتها الإجمالية 1,500,000 سنتيم. بعد تكثيف البحث والتحري تمكننا من تحديد مكان تواجد السلع، وهو عبارة عن مرآب محل لإصلاح الدراجات النارية. بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية تمت مداهمة المحل واسترجاع جميع المسروقات، ثم توقيف أطراف أو أفراد العصابة وهم 7 أشخاص.